مبروك. طبعا اشكر اتحاد رواد الموصل الذي تشكل قبل فتره قصيره وبدعوتهم لي لمباراه رواد الموصل، واتمنى لرواد الموصل ان شباب الموصل يحذو حذوهم ويمشي على الطريق الذي مشوا فيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق الموصل الامن والامان ورياضيين الموصل والتقدم نحو الأمام ونحو مستوى أفضل من هذا الذي هو عليه الآن. حضرنا هذا اليوم مع فريق رواد محافظة نينوى ولاعبين منتخب محافظة نينوى ونادي الموصل الرياضي السابقين بمناسبة عودة اللاعب أحمد شاكر إلى العراق، وهذه تعتبر مباراة تكريمية لهذا الرجل اللي أيضا كان أحد اللاعبين البارزين في محافظة نينوى. يجري اليوم تكريم اللاعب أحمد شاكر لاعب نادي الموصل السابق من قبل رابطة رواد نجوم الرياضة الموصلية على ملعب المرحوم محمود شاكر، وذلك لزيارته إلى مدينة الموصل حيث أنه يسكن خارج العراق. وبهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل إلى رابطة رواد الكرة الموصلية لإقامتهم الاحتفالات والتكريمات للاعبي الرواد الذين خدموا الكرة الموصلية.